أخبار اليوم. قضايا كتير بتشغل بال الصحفيين، منها الجمهور، الصحافة، قانون الصحافة، الصحفيين الإلكترونيين. في قضايا كتير حضرتك متابعينها بشكل شخصي. أنا أحب حضرتك بس في بدء احتفالية اليوبيل الماسي تواجه كلمة صحية، تحب تطمنهم بإيه؟ تحب تقول لهم الفترة الجاية فيها خطوات إيجابية كتير حضرتك متابعينها؟ شوف، احنا عندنا المؤتمر العمل الخامس للصحفيين، في عديد من القضايا هتتناقش فيه، منها ملف متعلق بالأوضاع الصحافة الإلكترونية، في ملف تاني خاص بقانون نقابة الصحفيين وعادة النظر فيه. احنا في خلال المؤتمر العام كل القضايا اللي بتشغل الصحفيين، سواء فيما يتعلق بالعقود، سواء بمستقبل الصحفيين الإلكترونيين، سواء بقانون النقابة، والعديد من القضايا متعلقة بالحريات، متعلقة بالإرهاب، في كتير من القضايا إن شاء الله هنناقشها خلال المؤتمر العام الخامس، منها كل التفاصيل اللي احنا بنقول في النهاية ديت هي تقدر تقول عليها دي هموم الصحافة وهموم الصحفيين.